أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أوف، إيش عتعملني وعبادة عندك من الصبح؟ ما بعمل شيء. إيش بدي أعمل يعني؟ عبعمل فطور لأبوك، مو عساس أبوك بده يجي يفطر عنا؟ ولا شكلك نسيته لأبوك؟ لك إيه والله ذكرتيني؟ لك حتى بوقتها قال لي بعتي عبادة بدي اجيب معي اغراض كتير، ما بقدر بشيلهم. وين الولاد؟ وين راح يكونوا يعني؟ اكيد بغرفته، روح شوفهم بغرفتهم. بقى على هالقصة هي، الوقت شغال انت عندك شغال؟ طبعا شغال، انا عندي ما بقى في النوب. ايكم يا اولاد؟ اوف، ممتاز انكم فايقين. اول شيء صباح الخير، ثاني شيء عبادة بسرعة، قوم البس وروح جيب جدك بسرعة بسرعة. شو؟ عن جد جدي جاي لعنا؟ قوم عبادة بسرعة بسرعة، روح جيبوا جدي تعب بسرعة بسرعة بسرعة. اهدي 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 اهدي، ايش بك؟ روح جيبوا، روح جيبوا بسرعة بسرعة بسرعة. ايش بك؟ روح جيبي انت، نزلي جيبي انت. يلا اشوف بعدين بابا، ايش اروح اجيبه انا؟ ما هو على طول بيجي لحاله، يعني ايش عجب هالمرة انا اروح اجيبه؟ عبقول جايب معه شغلات كثيرة ما بقدر بشيلها، بجوز جايب لكم شغلات الكم انت ايش عرفك، بعدين بتعرف جدك انت رجال كبير ما بحسن بشيل. ليكو بيته قريب، يلا قوم بسرعة يلا. ماشي ماشي يلا ماشي خلاص، خمس دقايق وبجي. على خمس دقايق راح راح راح. ولك يا غبية، أنا بدي أروح أجيبه، أصلا أنا بكيف لما بدي جدك عندنا، بتعرفي ليش؟ لأنه أنا إذا رحت طلبت مع أبوكي إيش ما طلبت منه مصاري، إيش ما طلبت ما بحسن بقول لي لا، وأنا يوم عم طلع مع رفقاتي ولازمني مصاري، يعني إجت جيته على إجريها. ولك كمان هو الوحيد اللي بيقدر يعيط على أمك وأمك ما بتحسن بتقول له لا، لك إيه والله، شكله اليوم راح يكون نهار خرافي مع جدك، أنا رايح أجيبه. لحظة، قبل ما أروح، لحد هلا اللي ما مشترك بالقناة، اشترك بالقناة، ولحد هلا اللي ما حط لايك حطوا لنا لايك، بدنا هذا الفيديو يوصل لاكثر من 10000 لايك، فكل هالكم ضغطوا لايك حتى نشوف شو بدي وصل، ووصلونا بسرعه 300000. بعد 300000 عامل لكم فيديوهات عن جد افكار كثير كثير جديده وغريبه، فكل هالكم اشتركوا بالقناه خلينا نوصل على 300000 اسرع وقت. يلا انا رايح اجيب جدك. وينو كل هاد؟ والله تاخروا، لو بعتوا لغير محافظه كان راح ورجع. نقوم هذا عبادة جابه من غير طريق وراحوا خطفوه. والله بيعمله، خليني أخبرهم أحسن شيء. شكلهم وصلوا، شكلهم وصلوا. يلا يلا يلا. مين؟ أهلا حجي، وينكم كل هدول؟ تأخرتوا حجي. الله يسلم فيكم العظمي، رحت بعت لي ولد خروق يشيل معي الشنطاي. اقولك هذا بده مين يشيله؟ يخرب بيتك. الله يوفقك يا عبادة، علقتنا بلسانه يخرب بيتك، ما قدرت تشيل. ايش عم تبتبت جواتك؟ فهمني، وين هي المرة اللي اسمها شرشبيل خانم؟ وينها؟ بلا هالكلمة حجي، بلاها الله يسترك. هلا اذا سمعتك بتيجي بتقلعني وتقلعك كمان انت من البيت، بلاها الله. جبت معها بلاط حجي؟ جبت معها؟ والله ما كان في داعي تعذب حالك، فهمنا نجربك يعني، ما كان بدنا هدايا. جبت معك بابا؟ جبت. يا ربي دخيلك، الصاير فيك انت؟ ليش هيك شايل شنطاية جدك؟ بعدين هي شنطاية لبس، ما شنطاية هدايا، وين المفاجأة؟ ابني شنطاية لبس هي بس، وينهن؟ اما هي المفاجأة اللي عمل لك اياها، شنطاية لبسه، جاي يزور عنا الأخ. ايش انت ايش كنت مستني مني؟ يخرب بيتكم من حالكم، ولك أنا جاي حتى أقلعكم كلياتكم وأبرق ببيتكم أنا، اشتقت لكم يا عيلة يا زبالة ما حدا بيسأل علي، يخرب بيتكم من حالكم. وين هاي اللي اسمها شرشبيل؟ وينها؟ أنا بموت إذا برجع بسمع حدا عم بقول. عمي؟ أبوك؟ عمي؟ إيه نعم، عمك، عمك، عجبك ولا لا؟ تعذر بيني كيف؟ تعذر بيني كيف؟ يلا بسرعة مع وجهك عم تطبخ شرشبيل، تعملي لي فطور بدي أشم ريحته لهون، يلا بسرعة. إيش طيبكين اليوم؟ أقسم بالله العظيم لو مالك رجال كبير حفت أبرك كنت فرجيتك أنا. أبو عبادة سكتوا لأبوك، سكتوا لأبوك، وقد أعزي من أنذر. انا رايح اعملكم فطور. بعدين وين بقيت القرود ولادك؟ هاي المصوله اللي راحت صبغت شعرها زهري ما بعرف مين صبغها اياه، بعدين رجعته اشقر، وهذا الصغير ايش كان اسمه؟ مجوده، مجوده اسمه، مجوده. شكلك كبرت وبلشت تنسى حجي. ايوه مجوده، مجوده. ولك انا ما نسيت، قال نسيت قال، بس انا عم بختبر ذكائك لاشوف بتذكر اسماء ولادك ولا لا. يلا عبادة روح بسرعه سخن عليهم اثنيناتهم وتعالوا، تعال ما اجتكم. يلا ابو عبادة وين شباك الهيئة تحسين اللي توقف بتشوفها؟ صحيح حلوة بجمالها بشل شل؟ شو شو؟ جاي تفضحنا انت حجي، جاي تفضحنا انت هون، طول لي بالك وهدي اعصابك شوي. هلا شوي تاني بفرجيك شباكها وين بطل. الله هي بتشل بتشل ما اختلفنا، بس تعلي صوتك، تفضحنا قدامهم عبادة. طول لي بالك،
انا قايم اشوفها وارجع، انت خليك هون. لك والدها اللي طردك يا شاشبيك، كل هذا ما خلص الفطور، بعدين وين عبادها؟ صار له ساعة عم روح بالصخرة لأولادك، وين راح؟ والله ما بعرف، لحظة خليني أصرخ لك عليهم. عبادة؟ يا عبادة؟ راح وينكم يا أولاد؟ ما حدا عم برد، ثواني خليني أشوفك اليوم بالغرفة. إيه لا لا بروك، أنت بروك، أنا قايم، قايم أربي لك أولادك، بدهم تربية لأنه ولك وينكم يا ولاد؟ انتوا هون، انتوا هون عم بصرخ عليكم يخرب بيتكم من حالكم. قولي مين؟ جدو؟ جدو؟ انا جدو يخرب بيتكم من حالكم، ايش انتوا خليتوا فيا جدو؟ هات لاشوف، ايش عم تعملوا انتوا اياها؟ احكوا لي. جدو جدو يا الله يا الله، شو مش طايقك مش طايقك كوما يا جدو جدو، هات مصاري انزل اجيب اكلات الي ولكات. لك انت كل ما بتشوفني بتقولي تعال اعطيني مصاري، ما بتستحي على حالك انت، ما بتقول عيب، حدا قال لك شيء انا بارك على بنك؟ بس يلا هالمرة ما راح ازعلك تاتا تو. شو بدك تعطيني شقد؟ سوق نسوق نسوق نسوق. ولك شو هاد؟ صحي انت واحد خرفان وريحتك طالعة. سدوا لبوزك سدوا بلا ما يسني ولك واحد تاني. طالع برغموطي لأمك شرشبيل. ايه خدوج ايش عم تعملي انتي؟ ما عم بعمل شي جدو، عم بحكي مع رفقاتي بس. عم تحكي مع رفقاتك؟ شنو عم تحكي مع رفقاتك والتليفون ماله على اذنك؟ لا جدو هو مو ضروري انا احكي مكالمه، في برامج هلا نحن بنحملها على التليفون، بحط عندي ارقام رفقاتي ورفقاتي بحطوا ارقامهم عندي وبنحكي مع بعض عن طريق برنامج محادثه، محادثه يعني مو ضروري الو. محادثه؟ محادثات يخرب بيتكم من حالكم، ايش هالجيل هاد وين وصلنا نحن؟ قامت الايام لرسع، يعني انا بحكي على تليفوني هاد بحط ارقامكم كلياتكم وببهدلكم على التليفون؟ ايه يا عيني عليكي، مسكي خدوج مسكي لك هذا تليفوني نزليها البرنامج عم تقولي عليه عشان احكي معكم مسكي. ايه لا بقى انا ما بدي اعمل كل شيء لحالي، وين انا؟ يلا خدوج قومي اتركي كل شيء بايدك، يلا بدك تساعديني يلا يلا امي فورا يلا، ثواني جدو خليني اشوف انا امي وبرجع لك. ابركي بارضك ابركي بارضك يا بنت، شو شاشبيل مالك شايفتيه بركي بنت معي عم تحكي معي، روحي خذي مجوده ولا خذي عواده مين بدك تاخذي خذي، ولا بقوم بسني ولك ها شاشبيله. لا 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 خلص خلص خليها بيركة معك خليها بيركة معك ولو خلص ما بدي اياها. اصبري علي اصبري علي بس يروح جدك بسيطة انا بفرجيك اصبري علي. ايه امي انا ايش دخلني بس بدك تضربيها انا ايش قلت لك ليش؟ لك تدي عليها تدي عليها هاتي اشوف نجدي وعلميني علي يلا. وهي اول تسجيل لي ودخولي على الوتس، والله لا شرشحكم كل يوم الصبح يا عيلة يا زبالة، طولوا بالكم علي لشوف. يو شبه هذا ليش هيك عم عيط؟ انتبه يا غبي، ولك انتبه لحالك عم تحسن، لحالك عم تحسن يا غبي انتبه انتبه. ولك اشبه هذا ليش هيك عم عيط؟ شبه عبادة ايش في؟ لا جدو ما في شي ما في شي، هي لعبة عم بلعبها اسمها ببجي. قنبلة قنبلة انتبه انتبه قنبلة 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 الله يوفقك لا قنبلة ما قنبلة ما بدي اموت ولا بدي بالك. خلاص متنا خلاص متنا ارتاح ويا عليك انت بتعرف تلعب انت. شبك جدو انت ايش عم بصير معك؟ ولك هي قنبلة بقلب اللعبة، انا ورفقاتي بنعمل جروب على لعبة هون بنلعب كلياتنا بنحارب مع بعض. يخرب بيتك والله شوقتني، وشنو هاللعبة حلوة؟ حلوة؟ حلوة قال حلوة قال، ولك بتجنن مو بس حلوة حتى ابوي بيلعب معنا. ما قال لك ليش؟ ابوك عم بيلعب كمان، ما ابوك من يوم يومه ناقص يخرب بيته ليش قيمة قال لي مسوق هاي تليفوني نزل لي عليها اللعبه وعلمني شو ادخل معكم على الخط مسوق. لا 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 بلا لك يا جدو بلا لك يا انت، هاي اللعبه ادمان كبير، يعني اللي بتعود عليها بتخليه يترك كل شيء يلعب بس هي، وانت رجال كبير ما خرجك بلا لك يا بلا لك يا. ولك يا عباده يا عباده وينك؟ انت هون ايش عم تعمل هون بسرعه؟ روح جيب لي كيس رز من الماركت بسرعه. لا اله الا الله ولك ايش بقى اليوم يا حرمه ايش بقى شرشبيل؟ لسه كل ما ببرك مع واحد بتجي تسخري بدك تاخذيه، روحي من التشيك يا حرمه روحي ابعتي مين ما بدك ابعتيه، روحي من التشيك برا ما مسني ولا شرشبيل روحي يا. لا 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 حجي حجي خد خليك 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 بيت بقدك خليك بيت بقدك انت، انا ماني عارف يعني انت اليوم ايش حت نقارك من قاري عم تستناني على الكلمه وانت بسيطه والله لكسركم انت واختك على الشيء عم تعملوا فيني اليوم بسيطه، بدي روح بدي طول عنا ما راح يطول بده يروح انا بفرجيكم طولوا بالكم. ايه شبك شبك متعصبي فورا انا ما قلت شيء اصلا هذا جدي اللي كان عم بيحكي. تعا جدته تعا علمك شلون تعا. ديروا بالكم ديروا بالكم يا ولاد ديروا بالكم ها لو امي قتلوني لو امي قتلوني قنبله 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 هربوا 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 قنبله
روح ايش فهموني انا قنبلين لك يا اولاد منين صوت هالنار اللي طلع فهموني منين صوت هالنار هاد فهموني بس ايش في صاير يا لطيف يا لطيف بس ما يكون اللي ببالي صح لا لا انتوا علمتوها جدكم يلعب ببجي مثلكم اخ يا حيوانات تم جدكم بس ما علمتوا يلعب ببجي تم هذا الوحيد بس ما طلع عقله انا بعرف دواكم عند ابوكم طولوا بالكم ابو عبادة ابو عبادة ولك ابو عبادة ابو عبادة وينك طب انت ايش عم تعمل هون تعال حق ابوك الاولاد برا علموه على الواتس والفيس وعلى التيك توك كمان اخر شيء هلا متعلم على الببجي ابوك راح ينهبلها اذا ما بتطلع هلا بتحقه بطع عقله مدمن على الببجي صاير تصطفل شو هاد علموه على ببجي كمان يخرب بيتهم ولك هاي اللعبه ادمان هلا اذا ادمن عليها بتطير عقله من غير شيء واقف على هيك شيء بعدي خلينا اروح اشوفه بيفقد عقله بعدي والله تأخر كل هاد راح يشوف أبوه ديك في أم عبقلتهم للأولاد خليني أروح أشوفهم أبو عبادة يو إذا الصالون فاضي وين راحوا لك وين راحوا إيش هالأصوات الغريبة هاي صاروا فوق انا شفتهم ايش رايكم نطحش عليهم كلياتنا فرط طحشه طولوا بالكم بنموت معقول بعد كل هالمجهود نجي نموت نحن مستحيل طولوا بالكم شوي خدوج طعروا انت لحالك وانا بظهرك يلا ماشي بس احميني انتبه يخرب بيتكم لو بدكم ايش عم تعملوا شو ابو عبادة هذا العساس رايح يشوف ابوه بركته تلعب جنبه ابو عبادة ولك ابو عبادة عم بحكي معك ابو عبادة ولك ابو عبادة شو عم بصرخ ما عم برد علي بسيطة انا بعرف شو راح ترد طول بالك علي ولك خجي بسرعة شلوف القنبلة اللي معك بسرعة شلفها ولك عم بشلفها بس ما عم تطلع ثواني بس هذا النت شكله فصل مين فصل الانترنت ولك ايه صح النت فصل انا اللي ملصته مشان تعرفوا اصرخلكم ما حدا يرد علي شو حدا عنده اعتراض هلا برايك انت اذا رحتي منصة النت رح نصير نرد عليك مثلا نحن رح نسمع لك كلمة هلا يعني ايش رايك اذا حجي يحكي لك كلمة ولح عم تستنى رأيي لسه عم تاخد رأيي اصحاب اللي عندك اي والله طربش يا شرشبيل خانم طولي بالك لعيونك حجي عالموت ايوه بقابلكن اياها حرب اقولوا هيك من الاول اللي بدي يلعب مع القط يتحمل خراميشه واللي بدي يلعب مع شرشبيل يتحمل وجعه اصبروا علي لحظة بس قولي وين راحت امي انا ماني مطمن لهالموضوع طاول ها شو جاهزين هوبا شكله رح تصير حرب رح تليفون قولك رح تصير احلى من ببجي للساعه امك بالجويبيج وجدك وابوك بالاشاطات وبالعصي يا عيني عليك انا برايي تنزل تجيب لنا فوشار وبيبسي ونبرخ نشجع بقى انا مع امك قوم ممتاز وانا رح اختار جدي وابوي بلشوا الله يخرب بيتك لك شرشبيل ام عبادة انا جبتك كل هالبويبيج يخرب بيتك من حالك وين كنت مخبيتيهم حجي انا برايي نسحب اسلحتنا نرجع اسلحتنا احسن مو اشبك فورا خليطت فورا خفت احنا رجال احنا لازم ما نخاف انا عندي خطه ايش رايك انا بتحشنا مع اليمين وانت بتحشنا مع الشمال لا تخاف قوي قلبك وقول يا رب الحرب ابتدت وانتوا رح تخسروا هجوم